بعد أقل من 24 ساعة على وقوع انفجار إسطنبول، يبدو أن خيوط الهجوم بدأت تتفكك بعد كشف الشرطة التركية عن هوية منفذ العمل الهجومي الذي هز قلب شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم، وهي شابة سورية تدعى أحلام البشير. دخلت البلاد قبل أسبوع بطريقة غير شرعية، واعترفت أنها تلقت تدريبات على يد حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب من أجل لتنفيذ الهجوم. كما أعلنت السلطات التركية إلقاء القبض على أزيد من 40 شخصا يشتبه بتورطهم في التفجير. من جهته، وزير الداخلية التركي سليمان سويلو وجه أصابع الاتهام إلى تنظيمات كردية صادرة عن حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية التي تستهدف البلاد، في حين نفى حزب العمال الكردستاني الاتهامات التركية بشأن تورطه في الهجوم. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد توعد بالكشف عن هوية منفذ ما أسماه بالهجوم الغادر الذي هز الشارع السياحي الشهير بمنطقة تقسيم الأحد، وراح ضحيته 6 أشخاص وجرح على إثره أكثر من 80 شخصاً.